البارح كان اجتماع بين الوزير الصادق المرادي مع كمال الدين رئيس هيئة التسوية، وكذلك معهم كان مراد الدعمي رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل شنو صار في الاجتماع هذا. معنا بالتليفون السيد مراد الدعمي رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. سي مراد، مرحبا بك. مرحبا بك، صباح الخير اسلام. مرحبا بك وبالحضور معك الأخيان سي عبد الرزاق، سي مختار، سي طارق، واخونا كريم العواضي الراجل الخلوق. شنو الامور؟ ياسر كريم العواضي يعني. زفرت له ولا لا؟ اما على زفرت له نعرف شنو زفرت. زفرت له في مختلف النوادي اللي يلعب فيها. شنو الامور سي مراد؟ يا ربي لك الحمد، الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله جمعه طيبه للجميع، نهار جمعه مبارك. وتفضل خويا اسلام، قلت لي باش ناخذ، قلت لك يا خويا مرحبا بك، ولو انا مش يكون هذا اخر تدخل في الاذاعات وتلافز معك انت. بارك الله فيك، شكرا لك سي مراد. فقط ندخل ديريكت في الموضوع. البارح كان اجتماع مع الوزير، وقبله كان اجتماع مع الحكام. ابرز المخرجات من الاجتماع هذا سي مراد؟ يعطيك الصحه مره اخرى اسلام. والله البارح بدعوة من سيد وزير الشباب والرياضة السيد صادق المرالي تنقلنا لمقر الوزارة بمعية لجنة التسوية للجامعة التونسية اللي كنت قدم، متكونة من سي كمال يدير والسيد شادلي. دونك شادلي الرحماني مشينا كان. نعم شادلي الرحماني. اي اي سي شادلي الرحماني طبعا. دونك كانت يعني جلسة وقاعدة يعني مفيدة جدا، وفيها برشا مخرجات طيبة زملائنا وبناتنا الحكام اللي عبرنا احنا، وخاصة انا بما اني حكم ونعتبر روحي من زلت حكم، والحكام ابنائي واخواتي والبعض فيهم التو اذا ما نقولش بنسبه كبيره جدا راقبتهم، وحتى مع المرحوم عبد السلام شمام لما كان رئيس لجنه التحكيم نترحموا عليه. بالمناسبه كنت انا لاهي بالليجان واعطاني وقت لجنه التحكيم تاع ليجان، وفيهم حتى حكام اللي زفروا توا في الرابطه المحترفه الاولى كنت قد اكتشفتهم انا ونعرفهم معرفه جيده، وتنقلت الملاعب كسوسوا في تونس في سوسه في صفاقس في بنزرت ونتبع فيهم، وكانت يعني الحمد لله النظره ثاقبه، وهكا تشوف فيهم البعض توا في القائمه الدوليه، وهذا بشهادتهم هم. انا مانيش نزيد على روحي توا فيك، وكل حد وكل يد خذت اختها. ولكن اللي نحب نقوله اللي طلبني عليه انت واللي نحكيه فيه، هي الجلسه كانت مفيده جدا. كان السيد وزير الشباب والرياضه ايضا لقينا عنده كل الاستعداد لاعانه الحكام ولتلبيه الطلبات نتاعهم، وهي طلبات مشروعه ومحقه. سي كمال يدير كيف كيف زاد عبر على رغبته وقال انا كنت باش نجتمع بالحكام نتاعي وقت اللي هما يعني طلبوا، لكن تسير السفن بما لا تشتهي الرياح، ولا كيفاش يقولوا المثل هذا. كان عنده يعني زوج مقابلات، وكان هكا مركز شويه على المقابلات نتاع المنتخب الوطني التونسي مع يعني مع جزر القمر، وهذا قال لي وقتها مراد نجم نوخر نهايرين ثلاثة عند العودة متاعي من أبيجان، دونك نلتقي بولادي الحكام. وذي اللي حاولناه مع ابنائنا الحكام باش يكونوا متواجدين بعد ثلاثة ولا أربع أيام من اللي روح سي كمال يدير، دونك هما حبوا يكونوا متواجدين، ولكن هذه صفحة وتويناها، كنا متفاهمين هما كانوا متفاهمين. قابلوا سيد وزير الشباب والرياضة، أعطاه يعني عدة نقاط متاعهم اللي لازمها تتحقق. سردها علينا سيد وزير، لقيناها يعني مشروعة، وبدأنا إن شاء الله في يعني تطبيق على عين الواقع. مثلا نعطيك حاجه اللي هي سي كمال يدير البارح بمعيه سي شادي الرحماني وانا موجود معهم في المكتب، اتصلنا يعني بالشركه اللي تصنع في الازياء واللي تتعامل مع الجامعه التونسيه لكره القدم، مش لازم نذكر اسمها باش ما نعملوش عمليه شهر، واتصلت بالمسؤول الاول وكلمت في الفور يعني رؤساء اللجان الجهويه باش يعطوني الطاي نتاع الشورت تي شورت الى اخره للحكام، وباش نعملوا المزياء، وان شاء الله والحكام يعني باش يكون عنده مزياء. ورؤساء اللجان الجهويه مشكورين، راسلونا وبعثونا في الابان يعني القائمات نتاع الحكام نتاعهم باللي طاي نتاعهم، وان شاء الله الامر خير. واحنا قاعدين يعني مثلا مطالبين بالقانون الاساسي نتاع الحكام، مطالبين يعني بالتمارين والاضواء، مطالبين يعني بتحسين ظروف يعني المنح، مطالبين ايضا بال يلزم يمشيوا للتداوي في السنتر ميديكو سبورتيف، وهذا كيف كيف سيد وزير قال انا متاكد انا تكلفت به وكلمت يعني المعنيين بالامر، وان شاء الله فما كان خير. مطالبين بالترفيع في منحه التنقل،
دونك بتسويه الوضعيه الماليه نتاع 2015 2016 وشرعت في هذا وكلمت يعني بعض الرابطات لانه تعرف هذه الوثائق اللي بورديرو اللي موجودين فما رابطات ما فيهمش وفما رابطات فيهم ولكن باش تسوي الوضعيه معناها من هنا ان شاء الله لاخر شهر اكتوبر هذا مطالبين زاد ايضا ببطاقات الدخول نتاعهم للحكام يعني اتصلت برؤساء اللجان الجهويه وان شاء الله يبعثوا لنا صور للحكام الكل وهذا مو صعيب ان شاء الله نخرجوا لهم البطاقه بتاعهم هذا هو يعني ملاعب التدريبات تحكيتوا فيهم ملاعب التدريبات ملاعب التدريبات الفار حكيتوا فيهم المواضيع ذوما طبعا طبعا حكينا فيهم ملاعب التدريبات السيد مدير ديوان والسيد اللي المنسق نتاع المديرين الجهويين نتاع في الولايات الكل يعني باش يتصل بهم واعطاني الارقام نتاعهم ان شاء الله نتصل بهم بايجاد حلول للتمارين هذه ما تعرف التمارين في كل جهه دونك كل واحد وين يترانا احنا باش نحاولوا نلقاو لهم ملاعب اللي ربما يكونوا فهمني ولا تابعين للادارات الجهويه دونك ان شاء الله الامور باش تتحلحل يعني شويه برك صبر معناها توهيه يعني العديد من النقاط يلزم نمشيو نقطه نقطه ولكن نسرعوا وفي الابان دونك ان شاء الله الامور الكل تتسوى يا سي اسلام حكيتوا في الفار كيف كيف وقتاش نجم يكون في تونس الفار حكينا فيه والوزاره يعني متبني الموضوع بمعيه الجامعه التونسيه لكره القدم دونك اذا كان فما ان شاء الله فما اتصالات بشركات هذه شركه اسبانيه وشركه انجليزيه يبدو لي دونك باش يكون فما يعني فار ان شاء الله ما نعرفش انا ما نجمش نعطيك يعني 100% صحيح باش ما ناخوش مسؤوليتي انا ويقولوا هاو مراد الدعمي قال ولا نورط اي انسان كان تحدثنا في الفار وفما يعني استعداد كبير وكبير برشا من الوزاره ومن الجامعه التونسيه لكره القدم نقول لك انا نقول لك تقريبا اوفيسيول سي با اوفيسيلمون ربما يكون في مرحله الاياب ربما اذا كان انت والظروف نتاع يلزم خاطر فما ديون للشركات اللي كانت تخدم مع الجامعه التونسيه اللي كنت قدم دونك هذوك مازال ما نعرفش فيها اشكاليه المهم فما نيه صادقه لايجاد فار لانه السيد وزير سي كمال يدير بيدو قال انا البطوله نتاعي لازمها تتلعب بالفار تو تصوروني انا فرحان باش نلعب بطوله ما غير فار هذا سي كمال يدير كيف السيد وزير قال له كيف نورمالمون انا يا اخي معناها البطوله لازمها تتلعب بالفار والنيه طيبه وان شاء الله كل من موقعي قاعدين يتعاونوا مقابلات الكل اذا كان جاي الفار مقابلات الكل مش ممكن تكون واحده بالفار واحده ليه معناتها نورمال الجوله الكل تلعب إيه بالفار مش يكون فما يعني كيفيه استعماله وكيفيه توزيع برامج المقابلات يعني ربما يكونوا فما مقابلات حيث كان ما نجموش الكل ثلاثه الاربع الخميس نوع من هذا بالضبط باش توجد حل ان شاء الله بخصوص الفار يا اسلام فما ازمه في سيمولاد ثقه بينك وبين الحكام هذا كيفاش تتعامل معها لا عمرها ولا كانت ازمه لا نشوفوا في تعليقاتهم سواء في التصريحات ولا حتى في التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نحسوا كأنه فما أزمة ثقة معناها بينك وبين الحكام لا ما مش نقول لك يعني ما فماش تدوينات على التواصل الاجتماعي اسلام نولي نكذب على روحي داكور دو مول تو شنو هو الحكام ربما كيف اللي حسوا اللي انا معناها ما جيتش في صفهم لا بالعكس انا في صفهم وانا مع مطالبهم وانا ندافع عليهم انا ماذا بي الحكم ياخذ 1000 دينار منحة تحكيم على المباراة اقسم بالله ونهار جمعه فضيل ولكن انا دونك وقت اللي باش ما بين ظفرين باش نعطيه لقيصر ما لقيصر الحكام هذا البعض منهم اللي اتصل بي قال لي والله يا سي مراد احنا ما نعرفوش ما نشكوش في صدقك معنا ودافع عليك ولكن هما وقت اللي انا اتصلت بالحكام في الجوله الاولى نتاع الرابطه الثانيه اسلام حبيتهم يمشيوا بيقولي انا ما زلت كي تسلمت يعني المسؤوليه نتاع الاداره الجهويه للتحكيم حبيتها ما تكونش يجياني هو ما داكار قلت لهم امشيوا اعملوا يعني المقابلات نتاعهم واعملوا شارة حمراء على الذراع نتاعكم احتجاج ويعني للحديث بقيه بعد ما نعملوا يعني الجوله نتاعنا نتحدثوا وان شاء الله نجدوا حلول يعني انا عمري بالعمر لو كان جي ضد الحكام نتاعي مش خاطر انا رئيس اداره وثاني تحكيم انا نجم تو نكلم فيك وقلت نمشي على روحي راهو ما عنديش مشكلة أنا راهو في المسؤولية والمسؤولية ما تعنيني حد شيء أنا كارياري وراي كزفارة مراد الدعمي هذاك هو اللي يحسب لي ما تحسبليش راهو المسؤولية متاع الإدارة ولا متاع رئيس لجنة التحكيم ولا متاع رئيس لجنة مراقبين إلى آخره هذيك سي مومون تاع الموت تمشي على روحها والمسؤولية تكليف وما هيش تشريف ولكن أنا نحب نأكده من خلال يعني الإذاعة متاعك يا سي إسلام بالنسبة لي أنا كان الحكام كي نمشي تنجم تسلم فو بوفي انترفيوفي نامبورت كي قل له مراد الدعمي وقت يدخل يعمل كوميسار أول كلمة يقولها لكم يقول لكم أنا
جو سوي ان سانكيام اربيتر جو سوي با كوميسير يعني ندافع افون ندافع امورير على حكم على نجوم الحكام وهذا نحسه ونحس يعني مشاكل وخاصه الحكام الشبان اللي يعملوا في لوديسيت ويفا يفانتروا ويعملوا يعني في كل سي ا وسي دو وقاعدين يتكبدون مصاريف التنقل ويعلم الله بحالهم وياخذوا في الفلوس من عند وليهم هذا نحسه ونعرفه ولكن اون كونتر بارتي يا اسلام يلزمنا شويه الجامعه التونسيه راهو ما فيهاش فلوس والله انا نكلم فيك خاطر عشت مثلا هاو توا دخلت الفلوس هاو مدام زكيه برتاجي تعهدت وان شاء الله قبل موفى شهر اكتوبر ان شاء الله الامور باش تتحلحل مليح ومره اخرى نقول لك اسلام راهو عندهم حق وانا من مناصريهم راهو ماني ضد بناء الحكام وبناء الحكمات ممتاز به فقط تعينت الجوله الاولى سي مراد رافقتها برشا جدل مثلا احتجاج من السي اس اس امير العايدي كيف كيف الترجي مش فرحانين به برشا محرز الملكي كيف كيف شنو ردك على الاحتجاج هذا اللي رافق اول تعيينات معناها في الربطه الاولى هو هذا نحب نقول لك حاجه ساعه سي اسلام والاخوين اللي معاك تبارك الله عندهم خبره وباع وذراع في المجال الرياضي وخاصه كره قدم هي الاحتجاجات يعني هي وفات امس واليوم وغدوه ماهيش مشتوفه يا اخي سواء احنا نشوف ونسمع وفي التلفاز وفي الاذاعات ما عندناش حكام في الكوس افريقيا ما عندناش حكام في كاس العالم يا اخي اني يعني نحب نرجع الثقه بين النوادي وبين الحكام راه اذا كانت تفقد الثقه بين النوادي والحكام راه حتى الحكم بيدو ما عادش ينجم يضاف المقابله يا سيدي مراد الدعم يغلط لك ما تستوى عنده عامين ولا ثلاثة أسابيع ولا أربع أسابيع يا أخوي خلينا نعطيهم شيخه فرصة أخرى ويخدم على روحه وأنا والعين الساهرة متاع الخيان اللي موجودين في الإدارة الجهوية الحكام يلدواب في الفار للدوبارة متاعهم كونفونابل وما ويخدموا خدمة متاعهم محرز المالكي ما شاء الله عليه حكم يعني مشهوده بالكفاءة عنده توا أربع ولا خمسة أيام كان في ليبيا يزفر من أكبر المقابلات في تصفيات كأس أفريقيا الأمم الراجل كان يزفر وعندك حكم يعني عنده خبرة وعنده باع دونك إذا كان إحنا توا محرز المالكي مش نبدأ نهرسوا فيه ولا نبداو في منو لا دونك هنا ما عادش تولي فما ثقه انا يا اخي كلمه معناها وسطر تحت سطر حتى اذا كان فما بعض الحكام اخذوا في مقابله سابقه انا نحب نرجع الثقه ما بين النوادي والحكام اذا كان رجعت الثقه ما عادش تخاف على التحكيم وما عادش الحكام الحكم بيدو يهبط يعني الاج ويهبط في منو لا كونسونتري ما يهبطش دي كونسونتري سبحان الله لو امير العيادي مثلا سراس غلطوا معاه نقول واحنا غلطوا معاه تو مش يغلط معناها في مباراه غدوه وهو ما بيدهم يحبوا يغلطوا راهو الحكام راهي فما عيون فما لجنه في الاتحاد الدولي ما نخوفوش في الحكام راهو لا نخوفوا لا الاتحاد الدولي يشتغل على روحه والاتحاد الافريقي يشتغل على روحه واحنا في تونس هنا نشتغلوا على روحنا وفي كل دوله راهو مصر الجزائر المغرب الدول العربيه كل الناس واللجان والادارات الوطنيه التحكيم يشتغلوا على روحهم الحكام هذو بيدهم عندهم مستقبلهم اون جو توا هما يحبوا يطمحوا واحنا توا مش نسعى وان شاء الله يا ربي انا واللي بعدي ماذا بينا نسعى باش يتواجد حكم في بطوله العالم تونس راهي كانت سباقه راهو المرحوم نادي سعودي وعلي بن ناصر وناجي جويني ويونس السلمي والمرحوم فتحي بوسته مشى كاس العالم يعني نسائيه تونس ولاده وفيها حكام راهو يا اخي حطوا ايدينا في ايدين بعض انا ما عندي مشكل مع حتى تعرف انا عندي شعار شنو هو اسلامه عندي شعار البرة كي تبدا عدويه جو دي بيان تبدا عدويه وتبدا كفر البرة جيبوتير شابو وتفتك مني كل شيء ان شاء الله بالتوفيق فقط سي مراد امين بارك الله فضيتوه شويه خاطر سمعت اللي عمل كاينه قضيه ضدك يعمل قضيه هو من حقه يحق له ذلك ما عندي حتى مشكله انا مع امين بارك الله هو في النيو اللي حكم قابلنا في بلاتو حكينا في موضوع عن مواضيع ما كان له راي وكان لي راي هو تكلم كلام وانا تكلمت كلام يحب يقدم قضيه له ذلك والقضاء فيصل بيننا باش نجم نقول لك سي مراد بربي باش مختار دبوس كلمه بركه مش مختار مبروك ساعة قبل كل شيء تسمية أنا حاجة بركة نحب نناقش فيها إسلام والله رغم اللي متفقين معناها أنا أقرب واحد ليه لازم لي نحكي اسمعني أنا متفق مع أنا متفق مع إسلام خلينا نكونوا بوزيتيف لا لا مش كلمة الثقة أنا إسلام أحكي على الثقة الثقة راهي تكتسب بالحكم راهو كي تاخذ فلوسه مهما كان اسم المسؤول راهو يكسب الثقة متاع المسؤول معناها هنا اللي يكتبوا اللي يعملوا كذا لكن أنا اللي الحقيقة متاع ربي اونتر جيمي اللي الوضعية متاع السيد مراد
مجرد الدعمي مسقفتني باعتبار انه راو مازالت ما بداتش بطولة والسيد عنده جمعة ولا 10 ايام راو من ضغط لضغط مازلنا ما حكيناش لا على بيلانتي ولا على كوفرو ولا على كرة مس في اليد فهمتي شنو سي مراد انا نصيحة من عندي انا نصيحة راو راني انا نكلم فيك يمكن اقرب واحد من اللي زربيت اللي خرجوا في الفترة هذية وفلوس عندي موجودين في الجامعة لتوا ما خلصش معنا يمكن انت الاجتماعات عم فيها فما فلوس عندي انا زيد ما خلصش فيها نصيحة سي مراد الحكام راو انا شبهتهم قلت راو الحكام وفي الوضعية هذه دوروا كلي تامة يتامى بيتم معنى الكلمة والله يسامح اللي خليهم في الوضعية هذه ما سبق من مسؤولين أنا الحاجة الوحيدة كملك بركة الحاجة الوحيدة واللي أنا منيش الحقيقة ما عنديش برشا تفائل فيها على خاطر إذا كان سي مراد نأكد لك ما فهمش فلوس أنا نصيحة من خو انسحب علاش نقول لك انسحب علاش خاطر أنا راه مش دي أنا ما فيهاش فلوس الجامعة ما فيهاش فلوس والوزارة ما فيهاش فلوس كيفاش الحلقات هذه باش توصل انت الحل ربي يكون في عونك ربي يعاونك ما نجم نقولوا كان توا في المش اسمعني انا نعرف نقول لك حاجه الجروب اللي موجوده هذه كانت صفي اللي انت اخترتها تصفي بعضها وتكون صافيه على خاطر الدي ان اللي تعديت الحقيقه كانت برشا ضغوطات وكان فما برشا حاجات اما الحاجه الباهيه فيهم يكون ما يخرجوش على برا رغم استقاله يوسري سعد الله واستقاله يوسف السرايري اما ما يخرجش للاعلام ونصيحه اخرى بلوكي اسلام في التليفون وبلوكي الصحفيين الكل وربي يكون في عونك راه ما عندكش وقت اليوم لازمك تسكن في تونس لازمك تسكن في تونس وتغادر بنبلة وتسكن في تونس خليه يجاوبك عادي يا مختار فوندامونتالمون كلامك صحيح الحكام يلزمهم يكونوا خالصين وكذا وكذا فلوس كذا ولكن فما حلول باهية وفما يعني ربما افكار وتفكير اللي جامعة وانا بيدي في منيولا ان شاء الله باش نلقاو باش نحاولوا نلقاو في منيولا سبونسور للحكام وباش نحاولوا يعني نوجدوا امور مالية اللي ربما على الاقل تخلي في منيولا اريحية للحكام هذول ونعاود نسطر سطر تحتها خاصة للحكام الشبان الصغار اللي هما يعني المستقبل اثنين واللي نجاوبك عليه ونختم يا مختار اسلام هذاك راه مو حكم هذاك علاش عندي معاه شويه حنين وقت يطلبني نجاوب شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لك سي مراد وبالتوفيق ليك ان شاء الله يعني في المهمه الصعبه يعني اللي قادم عليها